محطتنا التالية والأخيرة لليوم، لأنه بدي أرجع أذكركم أنه عالم الصباح بس رح نترافق فيه لل 11 وثلث تقريبا، هي مع جين نصار وبخصوص الجمال وكيف فيك تحافظي دايما على جمالك. سؤال كتير كبير. انت دائما لانه قصده فيها دائما يعني لل 100-150 هيك؟ ليكي ما حلو ست ال 50 تبين 20 اكيد. حلو تكون مرتبه، مبسوطه بحالها، وقت تطلع على المرايه تحس حالها مرتاحه، وبلاس صار عندنا ثقافه جماليه، يعني البنت اللي عمرها 20 سنه برضه كمان بتسال كيف تحافظ على جمالها. اكيد. دونك هلا وترتب حالها واشياء هيك صغيره. يعني حلو يبلشوا من هلا يهتموا، واللي ما بلشت ما فات القطار فينا نلحق. دائما لحي العمر، اليوم حي العمر بيقدر حدا يلحق. هلا يعني انا عم بحكي فوالا، عم بحكي دائما على طرق ناتورال، يعني مدوم عمليه تجميل مع انه انا مش طوط، بدون بوتوكس وفيلر مع انه انا كمان مش طوط. للي بحب، كل واحد عنده ستايله، كل واحد عنده وجهه نظره بالموضوع. اكزاكتومون. حنشوف اول صوره اللي هي بنصح كل الستات واكيد الرجال لازم يحافظوا على جمالهم كرمالنا تكمان نحن ننبسط فيهم. سو اهم شيء الكريم. في كثير ستات بيقولوا لي طب كل حياتنا بدنا نحط كريم؟ زيت الشيء بقول لهم اياه، كل يوم بتفرشوا اسنانكم صبح وعشيه، كل يوم بتشربوا مي وبتتغدوا بتتروقوا بتاكلوا، دونك جلدي بحاجه لكل يوم نرطبها. من عمر العشرين صار فينا نبلش فيه، حتى بال 14 إذا في كريمات، إذا في حبوب مشاكل بالبشرة ضروري نبلش بكير، وأكيد في لكل عمر كريم تبعه. دونك كريم دو جور، كريم دو نوي، اللي ما إلها خلق في كريم واحد، في بقلبه للتجاعيد للرونق، يعني في هيدا ابتكار جديد وهلا أنا طالبة حطوه تحت اسمي عندنا بالانستيتيو لكل اللي بيحبوا الفيتامين سي، يالورونيك أسيد، فيهم يستعملوا كريم دو جور. يا بكره يا عشيه ساعتها بيختاروا؟ لا صبح وعشيه، هو زيته فيهم يستعملوا صبح وعشيه. هو زيته صبح وعشيه، هيدي الست ما فيها تقول ما إلها خلق. تاني شغلة اللي هو البيلينج. نعرف نحنا قبل كنا نقول من 25 وطالع بتخفف هالتجديد البشرة، لأنه كل ما جددناها، كل ما شلنا هالخلايا الميتة، كل ما صارت البشرة بتضوي أكتر وما بتختير بسرعة. دونك البيلينج مع الماسك من التقشير اللي هو فينا نستعمل نجيبه من السوبر ماركت، فينا نجيبه من الفارماسي ومن الانستيتيو. أكيد أنا بفضل واحد مع الماسك بضاين ست شهور، مره بالاسبوع نحن عم نحضر الاخبار عشيه، انا بفضل دائما عشيه، بياخذ دقيقتين البيلينج والماسك فينا نحطه نحضر تي في، بعد 20 دقيقه نشيله، ثاني نهار وجهنا عم بضوي. سو هيدا اسبوعيا مدى الحياه، ايه مدى الحياه اذا بدنا كل اللي بيطلع فينا يقول في رونق. في كمان الليد اللي هو كل العالم بتحكي فيه واكيد الحكماء، الليد اللي هو مثل ضوء بجدد الكولاجين والالاستين، فينا نبلش فيه مثل ما عم نشوف، بياخذ 30 ثانية بس 30 سكندز، كثير يعني بسرعة. كل قد ايه؟ هلا انا بفضل يعملوا 10، يعني يوم اي يوم لا، فينا فينا مرتين بالاسبوع. هيدا التريتمون على تنحسب العشرة هيدول بيقدوك على كل السنة تكوني جددتي الكولاجين والإلاستين، خصوصا من بعد البحر. والحلو حتى بالصيف فينا نستعمله، لكل اللي جايين على لبنان بالصيف فيهم يعملوا. ما بيأثر لأن أبدا ما بي بدنا شي بعد أقوى. شو هو؟ الفوتو ريجوفينيشن. يا ويلي الفوتو ريجوفينيشن اللي هو تجديد الكولاجين والالاستين، كانك عم تاخذي فيتامين حبوب. مش اوقات بيقولوا لك بتحسي حالك داون، خذي فيتامين يو فيل بيتر. كمان زيت الشيها، اذا حسيتي بشرتك داون، اذا بتدخني، ما بتنامي منيح، عندك سواد تحت العيون، عندك المسام مفتوحه، بدك رونق يبين من جوا بدون ما تحطي فوندو تا، ثلاث جلسات وخصوصا بالشتاء مره بالشهر بيعطينا حتى تجاعيد صغيره اذا موجوده تختفي كمان بتختفي. فينا نبلشها من عمر 25 سنه وطلوع.
هيدا انا كل سنه بعملها ستيب ستيب, ستيب. هلا بلشنا خفيف اقوى 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 يس يس. حسب العمر ولا حسب طبيعه البشره؟ حسب كمان طبيعه البشره, لانه هلا عم شوف بنات بعمر 28 بحاجه لتريتمنت تبع ال 35 اتس اب تو. عشان هيك دائما بنقول استشاره مجانيه, ودائما فيهم بكل الانستيتيوات يروحوا يستفيدوا من خبره خبيره التجميل. اكيد اكيد. الميكرو كوران طلع بايطاليا وبامريكا من 3 سنين, اللي هو اذا بتسمع بالميزوثيرابي. الميزوثيرابي اللي هي اجمالا مثل رولو ابر بمرقوع على البشره وبفوتوا سيروم حتى يغذي باول وثاني طبقه. انا مع انه مازال ما نمرق هيدا الرولو اللي بفخوه الجلد, بالنسبه لإلي فينا نحط كريم سيروم كولاجين جرين تي, في كتير مواد بغذي البشره, وبهيدا الجان روليي لاباري. هالاباري بتفوت كانك عم تعملي مساج, بتقومي اذا عندك تجاعيد بتحسيهم مثل كويتلك اياهم. عن جد ولا اجمل من هيك. فيري نايس. عن جد بثلاث جلسات بتحسي مكويه. كل قد ايه بيعملوا؟ يعني مره بالاسبوع, مره بالشهر؟ هيدا فينا حسب المناسبه كيف. الميزوثيرابي بتعملي اذا عندك مناسبه, لانه بتعطي بساعه الساعه بتعطيكي اكلا على شهر رونق كثير حلو, وللتجاعيد بجنن. سو فينا ساعة اللي بدنا, فينا نعمل كيور على 5 جلسات كل السنة بنحس مرتاحين, مرة كل شهرين. اتس اب تو كل الستات هن كيف بحبوا بيقرروا او بحبوا هيك. نعرف انه هيدا الاوفال وهيدا الرقبة بعد الـ40 بتبلش تكشفنا كيف نخفف هالمنظر اللي هو رولاشمون ياما ترهل بالليفتنج فيس, اللي هن مش عملية. هل 2 ستيلو بينشغل فيهم على عضلات الوجه, ومعروف بكل العالم في شيء اسمه electrical stimulation بخلي العضلات يشدوا, لانه قد ما نعمل سبور بالوجه بحركات حتى لو عملنا بوتوكس وفيلر هيدي المنطقه حساسه, بتحسيها كل الوجه ضابط بس بلش هالترهل من الـ40 وطالع. فيهم يبلشوا فيه مثلي من عمر 30 تيوصلوا ل 46 ما حاسين انه كبروا. وفينا نعملها حسب, يعني فيك تعملي جلسه تحسي انه شد ويو ار اوكي, ساعه اللي بدك ترجعي بتعملي وحده ثانيه. وهلا مقدمين كل حدا بياخذ الكريم اللي حكيت عنه, مقدمين هالسيشن كادو. نعم. سو بابا نويل وماما نويل بلشت بكير. بكير. أكيد اللي بدها ما لحقت تعمل كل هيدول وبدها تستبق الأمور, يعني عنا تجاعيد, عنا ترهل, عنا البشرة باهتة, اللي هي FA1. FA اللي هي دايما بقول أنا اخترعت هيدا الاسم, هو نوع من الليزر جبناه من أمريكا وحبيت يكون توب سيكرت. يعني في كتير حكما بيقولوا نحن عنا الـ FA اللي هي اسمها فؤاد علاء الدين على اسم جوزي وقت قدم لي اياها كادو. في ستات بيسالوني انه فتنا ريسيرش ما لقينا. دونك حبيت الفكره وجوزي عجبته جاب لي الـ FA2. عظيم. اللي هي هلا هيدي فيها 5 ايام قاعده بالبيت. بدنا نضل عجبته الفكره نصير 3 4 5. ما هو عم نشتغل هلا 2014 على 3 وال4 اللي هن مشاكل بشره, يعني مثل البهاق مثل التاتو. في كثير اشياء هلا كمان عم نعمل ريسيرش نقدر نجيبهم بال 2014. سو الاف اي 1 اللي بدها تقعد 5 ايام بالبيت بس سعرها مقبول اللي هو $1000 للوجه والرقبه. الاف اي 2 اللي هي صارت كثير متقدمه وفيها ليفتنج فيس اقوى, بتحسي انه شد البشره اكثر, اشتغلنا فوق الجفن كمان. اللي هو مع العمر كمان بيصير في ترهل, ريزولتا بيطير الحمد لله. صرنا عاملين هي بيعملوها ومن بعدها في كريم او في شيء يعني بيتابعوا التريتمنت تبعهم على كيف فتره تقريبا هو ثلاثه سيشن. اوكي. هالسيشن فينا نعملها 3
جيرال عني كل السنة، فينا نعملها كل شهر جلسة، يما كل 21 جلسة. الحلو فيها أنه بتطلعي بتروحي بعد نص ساعة ما في شيء ولا كأنك عاملة شيء، تاني نهار بتبلش تحسي وجهك عم بضوي، ما فيها قاعدة بالبيت، ما فيها وجع، ما فيها إزعاج، ما حدا بيعرف شو عملتي، بيعرفوا أنك صغرتي تحليتي في شيء، بس شو هو السر مش عارفين، كلهم حيعرفوا السر أنه هو جاي نصر. يما الأفقيتو حنشوف برومو تبع هيدا الويكند نهار الأحد، حلقة كتير حلوة الساعة 11 الصبح، وأكيد 10:30 بالليل حلقة تانية كمان حلوة. Yeah. مثل ما اكتشفت حتى الإيطاليات بحبوا IPL second generation. لاحظت انه زيت الطريقة اللي نحن بنشتغلها بشميزة بحبوا يخلصوا من كل الوبر والشعر القاسم كان بوجهن يما بجسمهم. السلايد مش بس تستعمل للهير ريموفل، كمان تستعمل للفوتو ريجوفينيشن، ومن 10 سنين نحن بنشتغل فيه عنا بشميزة وهلا بصيدا. البريز هو عبارة عن تمدد غير طبيعي للأوردة بالإجرين مع اعوجاج بمسارة. علاج البريز تطور كتير ب الآونة الأخيرة. يعني تصوري بروما بعدهم بالفيرست جينيريشن، نحن صرنا بالثيرد بثالث جينيريشن بالهير ريموفل، سو دايما بلبنان الحمد لله سباقين بكل المجالات. ميرسي لك جين، بتمنى لك ويك اند كمان كثير حلو، ونرجع نشوفك انت وكل المشاهدين وكل اللي عم يتابعوا عالم الصباح. اترقبوا بكره ابتداء من الساعه 10 وكونوا على الموعد دايما بمواضيع جديده.